بملعب 5 جويلية. محرز، هذه الإعادة تاع تسجيل الهدف بعد ما نشاهد الإعادة، راح نسرد على أسماعكم كيفية تسجيل هذا الهدف اللي حقيقة مفاجئ. أولا اللقطة بدأت من محاولة لصالح الاتحاد، ضربة رأسية من بعزيز تصطدم الكرة بالقائم الأول ثم ترجع للقائم الثاني، وقادري ينقض على الكرة يمسكها. حكم اللقاء جرى لوسط الميدان مشيرا إلى تسجيل الهدف، بينما المساعد اللي كان قريب بقى في مكانه. نشوف الإعادة، ولو أني ما شاهدش الإعادة أنا مليح معاكم. شوف هذه ضربة رأسية تصطدم الكرة بالقائم ويأخذها قادري، فيش كرة ملتبسة هنا. نشوف كل شيء واضح حسب ما شاهدتنا على كل. شوف الإعادة ممكن توضح لكم، لأن جهازي الأبيض والأسود ما نقدرش نعرف من خلاله كيفية تسجيل الهدف. بقاو اللاعبين باهتين في الوقت هذا، قادر يرفع كرته في اتجاه الهجوم في اتجاه جحمول اللي ينطلق كالسهم يراوغ الحارس ويسجل الإصابة. هذا كل ما جرى في الدقيقة 35 من الشوط الثاني. هذا هدف لصفر إذن لصالح مولودية العاصمة في انتظار ما ستسفر عليه الأحاديث، وهذا النزاع اللي قائم بين الحكم ومساعده وبقية اللاعبين من اتحاد العاصمة. حسب ما شاهدنا ما فيش التباس حول تسجيل هذا الهدف، كان فيه ضربة رأسية قلت تصطدم بالقائم ترجع للحارس ينقض عليها. لاعبين بقوا باهتين حيث الحكم جرى للوسط الميدان، مساعده بقى واقف ما تحركش واشار باستئناف اللعب، الشيء اللي يسمح لقادري بارسال الكره باليد باتجاه الهجوم اللي كان الحبيب وحده. تفضل. اذا شكرا على كل هذه التفاصيل حول تسجيل الهدف وكل العمليه التي اتت بتسجيل الهدف، وننتقل مباشرة إلى الزميل ديش ربما نهاية المقابلة.